نستعرض سويا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة المنكوبة. عندما تفقد والديك تتحول الحياة إلى كابوس لا ينتهي، يتوقف كل شيء ولا تعود الحياة أبدا كما كانت. فكيف تكون الحياة مع طفل فقد كل عائلته؟ هذا ما حدث للطفل عمر الذي فقد كل عائلته في الحرب، فلم يبق له أحد وسط هذا الخراب والوحدة. وعندما سئل عما يرغب فيه كان جوابه بسيطا ومؤلما في آن واحد: لا أريد شيئا. الحرب لا تأخذ الأجساد فقط، بل تأخذ أيضا الآمال. حتى لو انتهت هذه الحرب الآن، سيعيش هذا الطفل في عالم تحولت فيه الألوان إلى أبيض وأسود، ولم يعد هناك مكان للسعادة مرة أخرى. ويبقى دائما السؤال: كيف يمكن إعادة الحياة لعمر وكل أطفال غزة الذين فقدوا ذويهم خلال هذه الإبادة؟ فلنشاهد. ايش حصل معك؟ وين أمك وأبوك؟ استشهدوا. إخوانك؟ بروحه يا جماعة، بروحه، والله بروحه، كل أهله راحوا. وقال له بس أخو، والأخو ضربه بالمخ فقد العقل، فهذا الطفل بروحه. إذا تشافى وطلع من المستشفى بروحه، ما عنده أحد. والله ينربط لساننا، ما ندري شو نقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر حبيبي، إيش ناقصك؟ شنو تبي؟ شنو تبي؟ إيش ناقصك؟ إيش اللي يفرحك؟ ولا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إي والله ولا شيء. اللي راحوا أهله شنو يعوضهم؟ إيش حصل معك؟ وين أمك وأبوك؟ استشهدوا. إخوانك؟ بروحه يا جماعة، بروحه، والله بروحه، كل أهله راحوا. وقال له بس أخو، والأخو ضربه بالمخ فقد العقل، فهذا الطفل بروحه. إذا تشافى وطلع من المستشفى بروحه، ما عنده أحد. والله ينربط لسانه.